بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم احبابي بصور لكم من محل توب 10، بصور لكم قسم الملابس النسائية. يلا تعالوا نبدأ من هنا يا حبايبي. طبعا القسم حق الملابس النسائية في شتوي في صيفي. هنا يا حبايبي شوفوا هذه الكنزة شتوي، في منها ألوان متعددة. بس يا حبايبي شوفوا الألوان، في منها ألوان متعددة. بدي أقول لكم الأسعار صارت هنا صارت 13 ريال شامل الضريبة. خلاص يا حبايبي شوفوا هنا برضو في قطع شتوي كده. يعني كل إنسان يا حبايبي على قد حال، واللي يقدر يشتري من المحلات الثانية يشتري، اللي ما يقدر يدور على الأماكن المخفضة. خلاص يا حبايبي بإذن الله حتلاقوا أشياء تعجبكم. شوفوا أيضا هذه الفلينة الشتوي باللون الرمادي يا حبايبي، هنا في ألوان مختلفة. هذا كله شتوي، حاول أنا أوريكم بعض الأشياء. خلاص حبايبي شوفوا يا حبايبي هذا البلوز الشتوي أو فلينة أو كنزة، كل ناس على حسب تعبيراتهم. هنا يا حبايبي هذه البلوزة في منها مقاسات، يعني هنا كتبتن في بعض الأشياء ون سايز، في بعضها مقاسات. هذه المقاس اللي قدامكم سمول، أصغر شيء، فإن تدوروا دوروا بإذن الله تلاقوا مقاساتكم. في حبايبي هنا انا حصور لكم معليش الاشياء اللي الاقيها قدام، يعني هنا هم خالطين الصيفي مع الشتوي. في حبايبي هنا هذه البلايز اكمام طويله وكده جيب. شوفوا حبايبي شوفوا كده، هذه في منها مقاسات. شوفوا كل هذه العلاقه في منها مقاسات بالارقام. خلاص حبايبي انت عاد دوري مقاسك. وهنا كمان في لون ثاني درجة من درجات البني يا حبايبي، خلاص 13 ريال اي قطعة هنا 13 ريال. شو حبايبي هذه البلوزة الشتوي يعني للبرد الخفيف، شوفوا كيف التطريز اللي فيها، اكمام طويلة باسورة. هنا يا حبايبي بغطاء للرأس هنا 13 ريال، اي بلوزة 13 ريال. هنا يا حبايبي الظاهر انه هذه ون سايز، شوفوا موديلها الصراحة حلو. في منها طبعا في منها كم قطعة كده. يلا تعالوا اوريكم البلوزة البيضة دي، بلوزة سادة اكمام طويلة يا حبايبي، ايضا هذا شتوي بس ايه يعني خامة خفيفة يا حبايبي. خلاص هذا يصلح للبرد الخفيف. خلاص اي قطعة 13 ريال. شوفوا يا حبايبي هنا هذه البلوزة اللي قدامكم باللون الكحلي، هذه يا حبايبي صيفي. شوفوا القماش حق الاكمام من التل، شوفوا القصه اللي في الوسط. هنا يا حبايبي هذا المقاس اللي قدامي اكسين، لكن انا صراحه شايفتها صغيره، يعني شايف المقاس صغير. خلاص حبايبي هذا الموديل متوفر عندي باللون الاسود وباللون الكحلي. تعالوا نشوف الموديل هذا كمان حبايبي، هذا الموديل، هذه قطعه ستريتش شوفوا، واساور الكم بنفس نوع القماش. خلاص حبايبي هنا اي قطعة من اللي وريتكم هي 13 ريال. هذا الموديل اللي قدامي متوفر منه اللون الموف ايضا. شوفوا حبايبي هنا هذا الموديل، يعني شفت تفاصيله، شوفوا كيف القصة اللي في الكم، يعني هذا زي حق سهرات. شوفوا حبايبي القماش طبعا مبطن، في بطانة حبايبي داخلية، في منه الوان، هذا نفس الشيء تقريبا نفس الموديل، بس في منه هذا التصميمين. خلاص يا حبايبي متوفر باللونين هذول فقط اللي قدامي. شوفوا هذول الموديلين ايضا. شوفوا يا حبايبي هذا الموديل، يعني كم حيران، شوفوا كده جاي هنا بهذه القصة على الكم والرباط من الوسط، جاي بهذا القماش الاسترتش. خلاص يا حبايبي هنا بأزارير، الزرارين هذول يتفتحوا. خلاص يا حبايبي هذا الظاهر انه ون سايز. طب تعالوا نشوف هذا الموديل ايضا. خلاص يا حبايبي هنا بلوزة منتفخة، خلاص يا حبايبي مبطنة، كم حيران زي ما انتم شايفين. هنا ايضا انا ماني شايفة لا رقم ولا اي مقاس، معناته يمكن يعني حيجيكم ون سايز. شوف يا حبايبي ايضا هنا في لونين مختلفين، نفس الموديل اللي وريتكم هو قبل شويه، ايش رايكم في اللون الموف هنا واللون
الاسود والابيض هنا والاحمر، شوفوا نفس الموديل اللي وريتكم هو. خلاص يا حبايبي شوفوا تحت كده هنا انتوا دوروا، انا بضطر اني اطلع لكم والله العظيم عشان اعرض لكم الشيء. خلاص يا حبايبي عشان اوريكم الموديلات، بس اوريكم انه مكانها هنا، بس انا طلعت كده قطعه من كل لون عشان تشوفوا انتوا. شوفوا الموديل، يلا تعالوا نشوف شيء ثاني. شوفوا يا حبايبي هذا الموديل ايضا صيفي هنا قماش استرتش. خلاص يا حبايبي هذا نفس الشيء، ما يعني الظاهر انه وان سايز. شوفوا القماش الاسترتش، قطعه استرتش تيجي على منطقه الوسط. خلاص يا حبايبي بزم هنا عند منطقه الرقبه هنا يا حبايبي ايضا، بس تختلف الخامه هنا. شيفون يا حبايبي نفس النظام، شوفوا نفس الزم على منطقه الرقبه ايضا يا حبايبي هنا وان سايز، لانه مو مكتوب عليه اي رقم. شوفوا حبايبي هذا الموديل، شوفوا كده متوفر منه هذه الالوان، انتوا عاد تدوروا شوفوا ان شاء الله تلاقوا اللون اللي يناسبكم. شوفوا كده هذه الالوان الموجوده. في حبايبي ايضا هذول الاثنين الصفين، يعني هو نفس الموديل يا حبايبي، خلاص ممكن يتكرر نفس الموديل لكن ايش تختلف الخامه. خلاص يا حبايبي هنا اي قطعه كده شوفوا 13 ريال. يلا شوفوا هذه القطع، بندير لكم منها قطعتين عشان تشوفوا الموديل. شوفوا يا حبايبي موديل البلوزه، هذه بلوزه صيفي شوفوا كده بكم حيران. خلاص شوفوا القصه واوريكم الخلف ايضا، اوريكم الحركه اللي في الخلف. لحظه شوفوا يا حبايبي الفتحه اللي في الخلف شفتوا، وهنا في رباط عشان تربطيه من الخلف. خلاص يا حبايبي تعالوا نشوف الموديل الثاني، هذا برضه صيفي وخفيف، هذا يبغى له بدي يا حبايبي. خلاص في اشياء يبغى لها بدي، شوفوا يعني كم تقريبا حيران مع جيب هنا باين لكم هنا يا حبايبي 13 ريال اي قطعه 13 ريال. في منه هذا الموديل، في منه ايضا مخطط باللون الاسود، اما ذا الاخضر شوفوا اللون الاخضر فقط. تعالوا نشوف يا حبايبي هنا هذه البلايز كده، بقعد عشان اصور لكم. هي هذه حبايبي مقاسات صراحه واسعه، شوفوا هنا اللون الرمادي اكمام طويله، يعني ايش اقول لكم، هذه شوفوا مقاس كبير. شوف فصوص التطريز اللي عليها، خلاص يا حبايبي تجيكم كده شويه طويله من الخلف اطول من الامام. خلاص يا حبايبي شوفوا الموديل البسيط هنا عند فتحه الرقبه هنا يا حبايبي، هذه في منها مقاسات. خلاص يا حبايبي في منها مقاسات، شوفوا انا قعدت على الارض عشان اوريكم، بس لا اوريكم اللي فيها التطريز اوريكم، لانها ما ينفع اصورها وانا واقف. شوفوا حبايبي التطريز اللي فيها هنا اي قطعه. خلاص 13 ريال كانت اول 12 ونص، الحين صارت 13 ايضا. اكمام طويله حبايبي، هذا الموديل زي الموديل الرصاصي في منه مقاسات. خلاص حبايبي في حبايبي ايضا هذه البلايز شوفوا في منها مقاسات، متوفر بدول اللونين شوفوا صراحه مقاسات كبيره، مقاسات كبيره وكده المسح ناعم. خلاص حبايبي اكمام طويله هنا ايضا، هذا اللون ممكن يكون شتوي. خلاص حبايبي هذا كده ملمسه زي القطيفه شوفوا، وفي منه مقاسات اكمام طويله. خلاص حبايبي يلا تعالوا نشوف شيء ثاني. شوفوا حبايبي هنا ايضا هذه البلايز شوفوا، بلايز طويله هنا من دون اي موديل، بس معتمدين على النقش حبايبي، اكمام طويله زي كده وفي منها مقاسات، يعني ايش اقول لكم، تصلح كده خريفه، تصلح للجو المعتدل. في حبايبي ايضا هذه البلايز ان شاء الله تكون واضحه قدامكم، هنا ايضا بلايز عاديه حبايبي طويله اكمام طويله شوفوا. في عندها يعني هنا فتحه بازارير من عند الرقبه، هنا ازرار واحد. خلاص اي قطعه هنا يا حبايبي 13 ريال شامل الضريبه. حبايبي هذا الموديل شوفوا كده، نزلت لكم بس عشان تشوفوا لوزه كمان طويله هنا يا حبايبي، في زي الكورنيش كده
خلاص. وكمان صراحة انها استرتش حبايبي، وفي منها مقاسات. هنا المقاس اللي قدامي 46، خلاص المقاساتهم كبيرة بإذن الله هتلقوا طلبكم. في حبايبي ايضا هذه بلايز اكمام طويلة، شوفوا منها كمية، انا اوفر لكم بالكاميرا احسن. شوفوا الالوان المتوفرة منها، اللون الرصاصي واللون العودي. تعالوا نلف كده، في منها مقاسات حبايبي، هذه في اللون الاحمر، في اللون البني، يعني هي ما فيها موديل. هنا بس هذه حبايبي باللون الاسود كده، فيها قصة كده وازارير حلية من عند الرقبة فقط من الجهتين. شوف حبايبي خلاص واضحة كده، خلاص حبايبي. هنا اي قطعة زي ما قلت لكم 13 ريال. عشان ليش اكد لكم كده؟ عشان في اشياء سعرها هيكون اكتر من كده. خلاص حبايبي تعالوا نشوف ايضا هذه البلايز حبايبي، شوفوا كيف هذه البلوزة كده بكم حيران تقريبا، هذه تصلح للصيف. حدة الرقبة واسعة. نشوف الموديل اللي بعده، هنا حبايبي موديل عادي برقبة دائرية وبأكمام طويلة كده، هذه ممكن تصلح للشتاء. خلاص حبايبي ما تصلح للحر. خلاص 13 ريال اي قطعة هنا 13 ريال. تعالوا نشوف الموديل هذا ايضا حبايبي، هذا ممكن يصلح للصيف. هنا كم حيران زي ما انتم شايفين، ما في موديل غير الرسمة هذه، رقبة دائرية. هنا في عندنا مقاسات، مقاس اللي قدامي لارج حبايبي. الموديل اللي بعده ايضا نفس الشيء، اكمام حيرانة. خلاص مو مكتوب هنا عليه اي رقم ولا اي مقاس، يمكن يكون ون سايز. القطعة هنا 13 ريال. تعالوا نشوف هنا ايضا، طبعا شوف الكميات اللي تبغى حاجة بإذن الله. شوف حبايبي هنا هذا صيفي صراحة، مقاس كبير، نفس الشيء قلت لكم مو مكتوب عليه اي رقم. خلاص حبايبي شوفوا هنا 13 ريال. هنا يا حبايبي دي بلوزة ايضا نفس الشيء، كم حيران. هنا عندنا نزل لكم بس اوريكم هنا جيوب حبايبي، جيوب في الناحيتين. هنا بس كده قصة زي ما انتم شايفين على منطقة الصدر. خلاص حبايبي 13 ريال. هنا يا حبايبي شوفوا هذا الموديل ايضا بلوزة باكمام كده تعتبر قصيرة. خلاص حبايبي ما في اي موديل غير الكلمة هذه باريس اللي مكتوبة، هذا يعتبر شتوي حبايبي. خلاص شوفوا يا حبايبي ايش رايكم في دي البلوزة، والله انا عجبتني زي حبايبي. شوفوا اكمام طويلة، شوفوا الموديل اللي فيها كده موديل غير متساوي، هي طويلة على فكرة. شوف قديش طولها. هنا يا حبايبي في منها مقاسات، المقاس اللي قدامي ميديم على فكرة، هي خامة تعتبر شتوية. ايش رايكم فيها؟ دي باللون السكري الفاتح، طبعا هذه يا حبايبي بتلبس مع بادي. خلاص نشوف اللون الاحمر هنا كمان، بلوزة طويلة ايضا اكمام طويلة، هذه حبايبي شتوي، خامة شتوية يعني تصلح للبرد الخفيف. هذه ايضا يحتاج بلوزة داخلية او بادي. خلاص حبايبي هنا ممكن تكون اللون الاحمر هذا ون سايز الظاهر. شو حبايبي هنا نفس نوعية البلايز اللي وريتكم، هي اكمام طويلة. شوفوا كده الموديل الحلو ده، هذه خامة برضه يعني ممكن تعتبروها شتوية بس انها ايش خفيفة، تحتاج لبدي. خلاص حبايبي هذا الموديل في منه، شوفوا الوان، شوفوا الالوان اللي من هذا الموديل. شوفوا هنا ايضا موديل ثاني ايضا يا حبايبي، هذا شتوي باكمام طويلة وكمان قابل للمطاطية. شوفوا الموديل، شوفوا الموديل كده موجود في الديل، هذا ايضا يحتاج لبدي. شوفوا هنا ايضا خامة شتوي. شوفوا حبايبي ايضا هذه البلايز برضه تحتاج يعني لا بلوزة داخلية يا اما انك تلبسي بدي. خلاص حبايبي هذه ممكن تعتبروها شتوي بس ايه يعني البرد الخفيف. هنا حبايبي ايضا هذه البلوزة الشتوي، شوفوا يعني كده مخرمة، تلبسي تحتها بلوزة. ايش رايكم فيها؟ شوفي منها الوان بس يا حبايبي، اللون الموف درجتين، وهنا اصفر وهنا الاخضر درجة من درجات اللون الاخضر. هنا اي قطعة 13 ريال. شوفوا البلوزة البيضة دي خامتها كده تصلح صيفي،
بصراحة حلوة يا حبايبي، وبس تحتاج زي ما قلت لكم انها خفيفة كده وما عليها ازارير ولا شيء. هاي تحتاج لبدي او بلوزة كده داخلية من القطن. تعالوا نشوف شيء تاني. شو حبايبي، هنا بلايز الصيفي، شوفوا هنا اكمام قصيرة، شوفوا طبعا الكثير من الالوان. بعضها يا حبايبي بتيجي سادة، شوفوا هنا اللون الاسود سادة، بس اتأكد لكم لحظة، لا عفوا، شوفوا في رسمة هي كانت محطوطة على القفا بالنسبة للأبيض. شوف كمان اللون الأسود حبايبي، أكمام قصيرة، هذا صيفي خلاص حبايبي. شوف حبايبي أيضا هذه البلايز الصيفي كلها، شوف في هنا أكمام يعني تعتبر كت، هذه خلاص حبايبي، هذه كلها صيفي. شوفوا الألوان، شوفوا كده زي ما قلت لكم إنه في أشياء بتكون ون سايز. شوفوا هذه كلها أكمام قصيرة كده، نسرع عشان أنا ما حننتهي لو فضلنا زي كده. شوفوا هذه البلوزة موديلها كيف من الخلف حبايبي، وريتكم كده بلوزة شبيهة بيها في بداية التصوير خلاص حبايبي. هنا من القطن، هذه صيفي يا حبايبي. لما لفيت في نفس المكان لقيت هذه البلوزات، شوفوا هنا خامة شتوي بس كده، شوفوا كيف الشغل مفرغ، كم قصير خلاص حبايبي. هذه واسعة وتستوعب، وكمان فيها مطاطية خلاص يا حبايبي. هنا هذه تصلح طبعا للبرد الخفيف، برد شديد لا نو. وهنا المزيد من البلايز الصيفي خلاص يا حبايبي، نسرع كده شوية عشان ايه، شوفوا الأكمام كت، شوفوا هذه كلها صيفي. طبعا التوبتين يا حبايبي دائما عندهم في الصيف وفي الشتاء، يعني عادي ينزلوا لك الشتوي والصيفي. شوفوا هذه بلوزه ايش رايكم فيها، نقصه من قماش الدانتيل بس يا حبايبي. هنا ايضا في منها الوان، شوفوا هذا كله صيفي. يعني صراحه انا جيت قبل كده كم مره، دائما توبتين يعني يجدد في بضاعته بس يا حبايبي، مو نفس الموديلات خلاص. هنا خامات مختلفة يا حبايبي، هنا ايضا ايش رايكم في دي البلوزة، يعني ما شاء الله كبيرة وتستوعب خلاص يا حبايبي. هنا ايضا هذه البلوزة الصيفي ايش رايكم فيها، كده شكلها باردة. شوفوا هنا هي قطعة 13 ريال. شوفوا يا حبايبي هذه البلايز الصيفي الحلوة، وصراحة كبيرة مقاساتها تستوعب، بس بوريكم هذه عن قرب. شوف التطريز اللي عليها، شوف التطريز كيف، شوفوا الأكمام خلاص يا حبايبي. سأوريكم هي عن قرب، لحظة حبايبي كده. طبعا رقبة دائرية ما فيها أي شيء، شوفوا شوفوا الكم كيف، أوريكم هي من تحت كيف واسعة خلاص يا حبايبي. هنا ما في أي رقم عليها، الظاهر إنها ون سايز. هنا ايضا هذه حبايبي من الشيفون خلاص حبايبي، من الشيفون نفس الشيء، اكمامها شوف كيف، اكمام قصيرة جدا. هنا في بطانة يعني ما تقلقوا، بطانة اطول من القطعة الخارجية. هنا الموديل هذه حبايبي ايضا، شوفوا الاكمام كيف تستوعب برضه، هذه حبايبي تستوعب يعني مقاسات. وشوفوا البطانة الداخلية ايضا تجيكم كده، او عفوا هنا هذا الخلف يا حبايبي، هذا الخلف شوفوا قديش اطول من الامام. هذه القطعة الامامية وهذه اللي تحتها الخلفية، لكن الموديل اللي وردكم هو قبل كده لا، يعني شوفوا هنا القطعة، في قطعة كده داخلية زي البطانة هي اللي جاية طويلة خلاص حبايبي. استوعبت الموديل يا حبايبي، كل هذه بلايز شوفوا، طبعا ما بقدر استعرضها كلها معاكم، ممكن المودات كده تتشابه لكن الأقمشة ايش تختلف. في حبايبي هنا من الشيفون، شوفوا هذه الموديل احنا نقول له المنفوخ خلاص يا حبايبي. شوفوا الأكمام، أكمام جاية كده قصيرة بزم، هنا في زم خفيف، وفي الفيونكة الحلوة هذه، الكولا باينة خلاص يا حبايبي. هذا من قماش الشيفون ومبطن. هنا اي قطعة ايضا 13 ريال. شوفوا هذه ايضا حبايبي تقريبا من دونكم 13 ريال.
هنا بلوزة قصيرة كده في التطريز الحلو اللي فيها، والكلفة هنا بأزارير وبجيب صغير. شوفوا الكم قصير بأسورة خلاص يا حبايبي 13 ريال. شوفوا يا حبايبي هذه كلها قسم البلايز، والله احنا طولنا فيه، والله مرة طولنا. شوفوا هذا مقاس كبير اللي قدامكم، وهنا يعني موديلات مختلفة. خلاص حبايبي نبغى ننهي بس كده بسرعة البلايز هذه عشان نروح لشيء تاني. شوفوا هنا هذا النوع من البلايز اللي يحب ذا النوع من الأقمشة. خلاص حبايبي هنا قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف. شوفوا هذا الموديل أيضا. شوفوا حبايبي هنا هذه البلايز الصيفي تجيكم كده بربطة، تربطوها كده من الأمام، في منها الكثير من الألوان. شوفوا بوريكم من الجنب لحظة. شوفوا حبايبي الألوان، شوفوا الألوان موجودة، يعني تقريبا بتلاقوا بإذن الله كل الألوان اللي انتوا تبغوها. شوفوا هنا أيضا ألوان، شوف لكم هنا تقريبا يا حبايبي شفت حرف الام، يمكن انها يعني بتيجي مقاسات. طبعا هذا القماش حبايبي بارد وقابل للمط، يعني ممكن استوعب يعني ايش اقول لكم جسم اكبر من اللي انتم شايفينه حبايبي. بس اعرض لكم هذا القسم على السريع. شوفوا هذه البلايز بدون اكمام، شوفوا الخامات البارده هذه بدون اكمام. بس حبايبي في منها موديلات مختلفه. شوف مثلا هذا الموديل جايكم بزم كده، احاول اطلع لكم هو ان شاء الله، بس ايش خلونا نشوف كده. هذه البلايز يا حبايبي من الشيفون، شوفوا كيف ايضا بدون اكمام. شوفوا هذا الاسود كده شوفوا حبايبي، بوريكم هو لحظة بوريكم هو من الخلف. شوفوا حبايبي هذه البلوزة اللي بدون اكمام، هذه بالنسبة لهذه هذه كسرة حلية. خلاص حبايبي طيب، وبياقة كيف تتلبس، رحت للخلف شوف كيف الخلف بدانتيل حبايبي، يعني تكون شفافة على الجسم، وهنا بإزرار واحد. خلاص حبايبي شوف كيف شكلها، ايش رايكم فيها يا حبايبي. ايضا هذه كلها بلايز بدون اكمام، شوفوا شوف هذه عليها زي القماش يلمع كده. خلاص يا حبايبي هنا هذه يعني تصلح سهرات. خلاص حبايبي هنا كمان هذا البلوزة ايضا بدون اكمام، شوفوا حاول انا اطلع لكم بعضها اوريكم الموديلات. شوف هذه جايتكم يا حبايبي بطبقات كده، طبقات من القماش الخفيف بدون اكمام. ايضا هنا حبايبي كمان هذا قماش قطن. شوف بالنسبة لهذه الاكمام شوف كيف شكلها، يعني من دون اكمام بس جايتكم كده زي ما تقولوا كم ساقط. خلاص حبايبي هنا الذراع حتبان من هنا حبايبي، هنا اي قطعة في ده الجسم يا حبايبي 13 ريال. يلا تعالوا حوريكم بعض الاشياء، اطلع لكم هي عشان تشوفوا موديلاتها. شوف حبايبي هذه القطعة، هذه بلوزة شوفوا موديلها كده من الاسفل طبعا من دون اكمام. شوفوا الياقة الحلوة دي من الدانتيل. خلاص حبايبي يعني الرقبة متسعة، ما هي محتاجة للازارير ولا اي فتحة. شوف حبايبي هذا الموديل ايضا بلوزة من دون اكمام، شوفوا هنا من الجنبين في هذا الحبل عشان تزمي انتي او ترجعي زي ما كان. خلاص حبايبي لك حرية الاختيار، بوريكم هي بس من الخلف. شوفوا هنا في فتحة من الخلف، ممكن يا حبايبي تسكروها. خلاص هنا يا حبايبي شوفوا تحت البلايز في نفس القسم، هنا يا حبايبي في برمودات. شوفوا الالوان، الوان مختلفة وخامات ايضا مختلفة. خلاص يا حبايبي شوفوا كده، وفي ايضا تنانير قصيرة. الحين انا باذن الله بوريكم بعضها، شوف التنانير القصيرة، وفي هنا شوف لكم هذا شورت او ايه، لا هذه كلها تنانير قصيرة، تنانير قصيرة. خلينا نشوف هذه اللي بالدانتيل، شوفوا ايش رايكم فيها، النور بالدانتيل معاها بطانة يا حبايبي قصيرة. خلاص من هنا
استيك خلاص يا حبايبي. شي حبايبي هنا طلعت لكم، يعني شوفوا والله ما في مكان للعرض، انا بس بطلع لكم كده عشان نشوف الموديل هنا. جونيلات قصيره يا حبايبي، هنا مبطنه، شوفوا مبطنه كده بطانه يعني قصيره تعتبر. شي حبايبي هنا طبعا مطاط من النص. شي حبايبي التنوره الزرقاء هذه، شوفوا من الامام كيف القصه دي اللي فيها. وهنا في جيوب خلاص حبايبي، جيوب كده صغيره، شوفوا التنوره ايضا قصيره طبعا. بوريكم هي من الخلف، لحظة حبايبي من الخلف جاية هنا سستة صغيرة خلاص. هذا الخلف حقها، في منها شوفوا ألوان حبايبي. هذه الجونيلا برضها قصيرة بس ايه يعني ممكن توصل للركبة، هذه باللون العودي. هنا بالكمر يا حبايبي بالمطاط يمط نفس القماش ايضا، يمط يعني يستوعب مقاس اكبر خلاص حبايبي. نشوف البلاطين او البرمودات، شوفوا هذا ترى بنطلون كده واسع، كنا نقول له زمان البنطلون التنورة لانه كده، شوفوا لما تشوفيه كده كأنه تنورة لانه واسع جدا زي التنورة حبايبي خلاص. هنا في متوفر منه مقاسات، ترى مقاسات والوان مختلفة خلاص حبايبي. هذا المقاس انا شفته اكس لارج، وهذا المقاس ميديوم خلاص. يلا تعالوا نشوف انواع تانية من البرمودات حبايبي. هنا برمودات، شوفوا موديلات مختلفة واقمشة مختلفة. شوفوا هذا عليه دي القطعة الحلوة من الجنب تجيكم بس حبايبي، هذا كله صيفي. هنا ايش رايكم في هذا الموديل حبايبي؟ هنا الجيوب اللي عليها التطريز خلاص. بوريكم ايضا موديل تاني في حبايبي، هذا الموديل ايضا. وهنا القصة على هذه المنطقة، وهنا زي اخذ زي شكل الجيب بس هو يا حبايب ما هو جيب خلاص. هنا ايش رايكم في الدانتيل عند النهاية؟ هذه كلها طبعا ما هي بلاطين طويلة، هذه يا حبايبي تجيكم زي البرمودة بس ايه يعني ممكن تعدي منطقة الركبة، بس انها كل هذه المجموعة اللي وريتكم هي كده خلاص يا حبايبي. كل هذه تراها يعني ما هي طويلة، ما هي بلاطين طويلة حبايبي. هنا هذه كلها شوفوا كده، هذه شالات او طرح ملونة خلاص حبايبي. شوفوا كل هذه الالوان، اي قطعة 13 ريال خلاص حبايبي، يعني الوان في بعضها سادة في بعضها كده منقوشة في بعضها زي تجيكم زي كاروهات خلاص حبايبي. تخيروا انتم ما شئتم. يلا خلونا نروح قسم تاني. هلا حبايبي نتفرج على البلاطين. هنا البلاطين الطويلة خلاص، اللي ببلاطين طويلة هنا بجوب يا حبايبي. شوفوا خامات مختلفة وأشكال نقشات مختلفة مقاسات مختلفة خلاص حبايبي. شوف كده بعضها شتوي، هذه شتوي بعضها صيفي بس يا حبايبي. شوفوا حبايبي هنا بعضها تجيكم بموديلات بعضها ايش يعني تجيكم الموديل في نفس النقشة فقط. وانا بوريكم كده على السريع حبايبي، لازم انتوا تيجوا بنفسكم باذن الله تشوفوا مقاساتكم، اكيد متوفر مقاسات. تعالوا نشوف المزيد من البلاطين، تعالوا كده نشوف. شوفوا هنا يا حبايبي المزيد من البلاطين النسائي والبناتي، شوفوا الالوان كده، هذه كلها بلاطين. طبعا لما نصور احيانا عن قرب كده مرة، انا ورايا والله مجموعة ايضا يا حبايبي من الملابس ماني قادرة ابعد، هذه كلها طويلة يا حبايبي خلاص. وريتكم اللي بتكون برمودة، وهذه بالنسبة لهذه الاشياء شوفوا هذه كلها طويلة خلاص يا حبايبي، من خامات مختلفة زي ما قلت لكم. هنا يا حبايبي ايضا من القطن، شوفوا شوفوا بوريكم كده ادور حول العلاقة عشان تشوفوا انتوا الالوان. هذه كلها ما يعني ما فيها موديلات خلاص يا حبايبي، انها مجرد كده استك من الوسط وطويلة اغلبها يعني خلاص حبايبي. مقاسات والوان مختلفة زي ما قلت لكم، وايش يعني بعضها بتكون سادة وبعضها بتكون لا منقشة. حاول اوريكم كل شيء اليوم في القسم، قسم الملابس النسائية.
شو حبايبي، هذا البنطلون شدني صراحة، يعني لأنه مختلف. شوفوا كيف قماشه، شوفوا عند الأرجل هذا الزم، وهنا في هذه الشريط عشان تزموه انتو. هو بأستك لكن ممكن كمان تزمي. صراحة يعني موديله مختلف وحلو. شوفوا في منه ألوان، أوريكم الألوان يا حبايبي. شوفوا كده، هذه ألوان متوفرة. شو حبايبي، طلعت لكم أيضا هذه، طلعت لكم هي والله من مكانها عشان أعرض لكم هي. هذه اللي يبغى شتوي، شوف ما شاء الله، يعني صراحة خامة ثقيلة زي البطانية، عارفين يا حبايبي الحبل ده عشان تزمي. شوفوا هذا المقاس كيف كبير، صراحة مقاس كبير شتوي للي يرغبوا في البلاطين الشتوي. شو حبايبي، هذه كلها خامات شتوية. خلاص يا حبايبي شوفوا، بس بوريكم كده على السريع، والله الأشياء مزنقة في بعضها. شوفوا هذه النقشة طبعا اللي ما تبطل. هنا يا حبايبي أيضا شوفوا هذه خامة شتوي، والله بحاول أطلعها، بس إيه شوفوا مع البنطلون مع الجيوب. شوفوا في منه كل هذه الألوان. خلاص يا حبايبي، اللون الأحمر البينك، خلاص هنا أيضا اللون كحلي. فهذه حبايبي خامة شتوي اللي كده تجيكم شبيهة بالقطيفة. خلاص حبايبي اللي يحب هذه الخامة، هي كمان درجة تانية من اللون الكحلي. يا حبايبي هنا هذه البلاطين خامتها زي الجينز. شوفوا كيف الألوان، طبعا مقاسات مختلفة وألوان. شوفوا كيف هنا أيضا نوعية تانية، مثلا تلاقي جزء كده، جزء من البطلون بقماش وجزء بقماش تاني. ايش رايكم في هذا الموديل مع جيوب؟ شوفوا كيف. خلاص حبايبي هنا ايضا شوفوا دي البلاطين الصيفي، دي القصة تجيكم من عند الاقدام. هذا الزم بس حبايبي في منها الوان، في ايضا هذه نفس الخامة تقريبا، بس ايه موديلها مختلف. خلاص حبايبي، حبايبي هذه الجاكيتات، جاكيتات الشتوي، اوريكم واحد عن قرب. يا حبايبي صراحة لمستها مرة يعني ثقيلة الصراحة، شوفوا الجيوب اللي فيها الصراحة انها مقاسات كبيرة. شوفوا كيف بغطاء للرأس يا حبايبي، خلاص متوفر منها اللونين هذول اللي قدامي. اي قطعة هنا يا حبايبي 13 ريال. في هنا موديل ثاني كده برقبة من دون غطاء للرأس، نفس السعر 13 ريال. حبايبي هذه العلاقة هنا بجايم شتوي، بس الظاهر انها بنات يا حبايبي، لاني شايف المقاسات صغيرة. شوفوا قطعتين طبعا البيجامة 24 ريال. شوفوا 24 ريال طبعا شاملة الضريبة. شوفوا هذا الموديل بس حلو معاه غطاء للرأس. شوفوا ده صراحة الموديل هذا حلو مع الجيوب. شوفوا يا حبايبي كده سريعا ايضا، هذه كلها شتوي والله سعرها كمان برضو طيب. تعالوا نشوف هنا يا حبايبي ايضا هذه البجايم شتوي، هنا يعني جيتكم باللون الاخضر. هنا يا حبايبي اي قطعة، شوفوا اي قطعة دي العلاقة 13 ريال. خلاص يعني اغلب الاشياء هنا 13 ريال. خلاص حبايبي، بس يعني هي اشياء قليلة اللي بتجيكم 24. خلاص حبايبي، هنا يا حبايبي في قسم بسيط في نفس العلاقة هذه حبايبي، بجايم صيفي. شوفوا هنا مع برمودا، بيجامة مع البرمودا، هذا ايضا الموديل بدون اكمام، هنا ايضا برمودا. خلاص يا حبايبي هنا 13 ريال البيجامة، 13 ريال. حبايبي نشوف التنانير سريعا، شوفوا هذه كلها تنانير خامات مختلفة، خامات مختلفة حبايبي، مقاسات ايضا. هذه تنانير اغلبها طويلة. خلاص حبايبي وهنا من الدانتيل، من قماش الدانتيل ومبطن ببطانة قصيرة. خلاص يا حبايبي شوفوا، شوفوا الالوان المتوفرة، تجوا انتوا باذن الله. شوفوا هذه التنورة واسعة من الاسفل ما شاء الله حلوة. هنا ايضا اللون الكحلي شوفوا مع اللون الاسود. خلاص يا حبايبي اوريكم كده ادور على العلاقة. شوفوا ايضا اللون الاصفر اللي يحبوا اللون الاصفر، زي ما قلت لكم الدنيا مزنقة هنا ما بقدر. شوفوا يا حبايبي هذه الجونيلا، ايش رايكم فيها كده؟ جونيلا عادي طويلة ما فيها موديل، بس ايش
القماش حقها كيف الدانتيل، ومعاها بطانة قصيرة. انتي ممكن لو تبي بطانة طويلة يعني الخياط تتصرف. خلاص حبايبي والله حلوة، 13 ريال والله روعة. شو هنا يا حبايبي، هذه ميدي تعتبر، هذه البنيلات شوفوا ايضا من الدانتيل، شوفوا كده جايتكم كده بمطاط من النصف يعني واسعة. شوفوا كيف حبايبي قديش واسعة، هذه ميدي شوفوا كيف الألوان، ألوان مختلفة شوفوا، نقشات مختلفة حبايبي. هنا أيضا هذا القسم، هنا بنيلات طويلة طبعا ألوان مختلفة، أستك من الوسط. خلاص حبايبي هنا من القماش اللي بيجيكي كده مكسر. خلاص شوفوا في منها السادة وفي منها المنقوش، بوريكم كده النقشات الموجودة يا حبايبي. ايضا هذه الجونيلات، هذه من القماش اللي استرتش، ايش رايكم في هذا الموديل؟ في منها طبعا يا حبايبي الوان شوفوا، واقمشة ايضا مختلفة شوفوا كده. كل هذه المجموعة خلاص يا حبايبي هي نفس التفصيل تقريبا، ما فيها يا حبايبي ما فيها حركات، هذه شوية يعني جاية بقصة كده، شايفين القصة هنا هذه كده، بس هي قماش استرتش. خلاص حبايبي هذه نفس الشيء، هنا ايضا بعضها بتجيكم ساد زي اللون الاسود، هنا شوفوا اللون الاسود اللون الزيتوني ده. خلاص حبايبي كل هذه استرتش عشان تستوعب مقاسات اكبر حبايبي. هنا هذه القمصان، قمصان قصيره كده يعني تعرفوا متزوجات وكده من دون اكمام حبايبي. شوفوا شوفوا كل هذه الوان نفس الموديل خلاص حبايبي، نفس الموديل ممكن يجي شوية اختلاف في الطول، اختلاف في الطول، اختلاف طبعا في الخامة. شوفوا هنا هذه ايش رايكم فيها، كيوت خلاص حبايبي. شوفوا ايضا هذه اي قطعة هنا يا حبايبي 13 ريال كده على السريع. شوفوا شوفوا هنا بعضها تجيكم كده موديل، هذه القميص تجيكم هنا بكرانيش في الأسفل، هذه الفيونكة الحلوة هنا في لون آخر، ايش رايكم في ذا اللون؟ بس حبايبي هذه كده شوية يعني ايه حستها شتوي. بس حبايبي هذه القمصان أيضا يا حبايبي شوفوا زي ما انتم شايفين من الخلف أطول من الأمام حبايبي كده، هذه كلها أي قطعة قمصان قصيرة من دون أكمام، أي قطعة 13 ريال زي ما وريتكم. طبعا زي ما قلت لكم دايما توبتين يعني يغير بضاعته باستمرار يا حبايبي. هنا في قمصان أيضا قصيرة لكن بأكمام زي كده، خلاص أنا لفت لكم بالكاميرا كده وانتوا شوفوا الأشكال يا حبايبي، هذه كلها أي قطعة أيضا 13 ريال شوفوا. بوريكم أيضا دار رياضي اللي تحب الأشياء الرياضية، شوفوا كده يا حبايبي هذه أشياء رياضية، قمصان قصيرة شوفوا طبعا أكمام قصيرة مع غطاء للرأس، خلاص اللي تحب الأشياء الرياضية. من المزيد يا حبايبي من القمصان أكمام قصيرة، هذا كله حبايبي صيفي، شوف الألوان الصيفية. خلاص هي كلها كم يوم ونرجع للحر، صح ولا لا؟ شوفوا ايش رايكم، اصلح لكم هذه، هذا وجهها حبايبي الألوان والرسومات، هي تقريبا نفس الموديل ما فيها شيء لكن فرق في الألوان في الرسومات حبايبي. هنا قسم الملابس الداخلية كده قسم بسيط، عارفين يعني اي قطعة هنا زي ما هم كاتبين 13 ريال، مو قطعة واحدة يا حبايبي، بعضها تجيكي كذا قطعة في الربطة، هم حاطين كذا ربطة اللي موجود عندك تاخذيه ب 13 ريال. خلاص حبايبي هنا تقريبا مسكت كذا واحدة لقيت فيها 3 قطع يعني زي هذه حبايبي، هنا عفوا بشوف لكم هنا حبايبي 3 قطع خلاص،
هنا من خامة القطن، طبعا في منها مقاسات حبايبي، شوفوا وريكم هي عن قرب. الربطة أغلبها 3 قطع، خلاص 3 قطع هنا عندكم ب13 ريال. طبعا هنا حبايبي مقاسات، مثلا زي هذا هنا عندي ميديم، خلاص حبايبي. طبعا خامات مختلفة، شوفوا هذه حبايبي العرايس كده، عارفين هذه حلوة العرايس، خامات مختلفة. انت عاد تخيري ما شئتك. وريتكم القطن، شوفوا حبايبي هذه هنا اغلب الربطات 3 قطع، سواء كانت الوان مختلفة زي كده او نفس اللون، خلاص حبايبي اغلبها 3 قطع. هنا ايضا 3 قطع، خلاص حبايبي مقاسات مختلفة. شوفوا هنا يا حبايبي شورت، خلاص لقيت لكم شورت هنا يتربط برباط كده عشان تزميه، خلاص حبايبي. هنا كم قطعة؟ هنا والله قطعة واحدة العلاقة كده حبايبي، قطعة واحدة، خلاص القطعة الواحدة هنا ب13 ريال، هم مجزئينها كده وخلاص، هذا هو السعر حبايبي. هنا هذا القسم، هذا كله قمصان للبيت، بعضها من دون أكمام زي هذه حبايبي اللي بوريكم، هي شوفوا زي كده موديلة حبايبي، شوفوا طويلة بس من دون أكمام، خلاص هنا قطعة 13 ريال شامل الضريبة، بس هي ايش انها طويلة، جايتكم طويلة. شوفوا هذه كلها الوان، شوفوا الموديلات هنا الموجودة، اكمام كده يعني قصيرة، خلاص حبايبي اكمام قصيرة. شوفوا هنا بعضها بتكون كده ميدي، بس اغلبها يا حبايبي بيكون القميص طويل، خلاص هذه كلها صيفي، خلاص يا حبايبي. هذه اقطان حاسة ملمسها كده قطن، شوفوا الالوان هذه كلها الوان، شوفوا حبايبي بعضها بتجيكم كده بيكون الساقط هذا، لكن اغلبها ايش اكمام، شوفوا الكثير من الالوان، شوفوا سنعرض لك هنا هذا الموديل وجنبه كل الالوان. هذه الخامة حبايبي والله جربناها، انها يعني ما تصلح للحر الشديد، عرفتوا كيف؟ بس حبايبي في منها يعني الكثير من النقوشات، نقوشاتها مرة حلوة. شوفوا هنا أيضا هذه كلها قمصان بيتي، يعني حاولوا تستغلوا الأجواء اللي معتدلة تلبسوا فيها شيء زي كده. هذه مرة أحسها ما تصلح للصيف، هذه ميل الصيف حبايبي، رغم إنها كده تفصيلها صيفي، لكن هي قماشها صراحة للأمانة ما يصلح للصيف، اللون للأوقات المعتدلة. هنا أيضا عندنا حبايبي شوفوا هذه القمصان كلها بأكمام كده قصيرة، هذه حلوة للصيف بإذن الله، 13 ريال سعرها حلو، في منها مقاسات شايفين حبايبي، هذه كلها ألوان، دوري كده أي شيء، دوري وراء الألوان والمقاسات اللي تبغيها. هنا يا حبايبي زي كده فساتين كده بسيطة، أوريكم القماش عن قرب، يعني ما في موديل عارفين. شو حبايبي يعني بس عندنا موديل بسيط، انه كده كم حيران ونفس القماش من الشيء اللي يلمع ده، الاقمشة اللي تلمع. شوفي حبايبي من الخلف يكون شوية اطول من الامام، بس هذا الموديل اللي فيه. شوفوا بوريكم هنا بعض الموديلات، يعني كده شيء بسيط، قسم بسيط. شو رايكم في ده الفستان البسيط عليه هذه الازارير، هنا حلوة يا حبايبي، هذه ما تتفتح. شوفوا الكم الحيران، طبعا فستان طويل. في منه يا حبايبي هنا، في منه اللون الاخضر، وفي منه اللون الاورنج واللون البينك زي ما انتم شايفين يا حبايبي. الجلابية، جلابية طويلة بأكمام طويلة، هذه صيفي حبايبي. شوفوا الكلفة الحلوة، الدانتيل الموجود على الرقبة والصدر، شوفوا الأزارير، خلاص حبايبي. هنا في منها مقاسات، المقاس اللي قدامي ميديم، أي قطعة هنا 13 ريال، خلاص حبايبي. في حبايبي هذه جلابية الفراشة، شوفوا أيضا 13 ريال. هنا حبايبي هتلاقوا منها ألوان، شوفوا الألوان موجودة من جلابية الفراشة، طبعا هذه حبايبي تستوعب
أوزان كبيرة، هنا أي قطعة 13 ريال، شو رأيكم فيها؟ طبعا أحبابي عندنا هذه الجلابية، شوفوا كيف من النهاية جاية كتب تدويرة، شوفوا فتحات على الجوانب يا أحبابي، شوفوا كم واسع، حيران تقريبا. شوفوا أحبابي في منها ألوان، شوفوا الألوان الموجودة، هذه كل الألوان نفس الموديل. خلاص حبايبي عندنا هذا اللبس يا حبايبي، بوريكم آخر شيء، سلوبيت هذا الشتوي، شوفوا بس حبايبي شو رايكم فيه؟ تقريبا هذا اللون الموجود قدامي، أكيد كلكم تعرفوه إنه نفس ال هو قطعة واحدة يجيكي كده البنطلون مع الصدر شابك. خلاص حبايبي أكمام طويلة، هذا شتوي، شوفوا الصورة هنا يا حبايبي، هذا غطاء للرأس طبعا، بهذا الشكل المضحك، شوفوا 13 ريال، أي شيء وريتكم هو في ده القسم، خلاص حبايبي 13 ريال شامل الضريبة.